أسعد الله صباحكم أو مساءكم أصدقائي أينما كنتم. معكم أنخيلا من قناة ملكي أنخيلا والشيف إيفا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. وصفتنا لهذا اليوم هي ساندويش اللحم البقري المقدد والمدخن. هكذا تبدو وصفتنا بعدما انتهيت من إعدادها، لذيذة وشهية، ويمكنكم اعتمادها في الرحلات والسفرات الطويلة. لكي لا أطيل عليكم أصدقائي، هيا بنا مع بعض لنرى كيفية تحضير هذا الساندويش، ساندويش اللحم البقري المقدد والمدخن، معي أنا أنخيلا. باموس، هيا بنا. الآن إليكم مقادير وصفتنا لهذا اليوم وهي كالتالي: سنحتاج إلى علبة كاملة من اللحم البقري المقدد والمدخن، قطعة من الخبز الطبيعي، هنا أنا اخترت الخبز الطبيعي انتجرال ببذور حبوب الكتان والسمسم ودوار الشمس. سنحتاج إلى حبتين من الطماطم متوسطة الحجم، حبة فلفل أخضر واحدة، عشبة الروكا، ومخلل الخيار مع الفلفل الأحمر والبصل. هنا أنا اخترت علبة كاملة. وسنحتاج للصلصة رشة من الملح، فصين من الثوم، 4 ملاعق طعام من المايونيز، وملعقة طعام من الخردل، مع ملعقة طعام من زيت الزيتون. ها هي جميع مقاديرنا. بإمكانكم مضاعفة المقادير بعدد الأشخاص الذين معكم. أما علبة اللحم البقري المقدد والمدخن فهي تكفي لشخصين. علما بأن جميع مقاديرنا هذه تجدونها مكتوبة في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو أصدقائي. والآن إليكم طريقة العمل. سأبدأ أولا بتقسيم قطعة الخبز إلى قسمين، ومن ثم سأبدأ بتقسيمها إلى قسمين آخرين بالطول هكذا. القطعة تكفي لي شخصين. هكذا تبدو معنا قطعة الخبز بعدما فتحتها. الآن سأعمل على إعداد الصلصة. سنحتاج إلى المايونيز، ها هو، بعد ذلك سأضع الخردل الخاص بالسلطات، ومن ثم سأعمل على هرس الثوم هكذا ووضعه فوق المايونيز والخردل. بعد ذلك سأبدأ بوضع ذرة من الملح تعادل ربع ملعقة شاي وملعقة من زيت الزيتون الخاص بالسلطات، ومن ثم أبدأ بمزج المكونات مع بعضها لعمل الصلصة. أضعها جانبا. والآن سأعمل على تقطيع حبة الطماطم هكذا. وها هي حبة الطماطم الثانية، وبنفس الطريقة أبدأ بتقطيعها بسمك 1 سنتيمتر تقريبا. وها هي حبة الفلفل الأخضر
سأبدأ بتقطيعها هي الأخرى على شكل حلقات هكذا. وها هو اللحم البقري المقدد والمدخن، سأفتح العلبة الآن. هكذا يبدو معنا، سأضعه جانبا. وها هي علبة المخلل الجاهزة. الآن سأبدأ بإعداد الساندويش. فتحت قطعة الخبز والآن سأضع فيها عشبة الروكا كطبقة أولى. بعد ذلك سأضع شرائح الطماطم بهذا الشكل. ومن ثم سأضع شرائح اللحم البقري المقدد والمدخن بهذا الشكل. ومن ثم سأضع الفلفل الأخضر هكذا. وأخيرا سأضع الصلصة أو الصوص وأغلق الساندويش. وهكذا يبدو معنا الساندويش بعدما وضعته في الطبق التقديم مع المخلل. بألف صحة وعافية. الآن سأريكم الساندويش عن قرب. هكذا يبدو معنا. فهو لذيذ جدا، أنصحكم بتجربته. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم، سندويش اللحم البقري المقدد والمدخن، قد أصبحت جاهزة للتقديم. بألف صحة وعافية. أصدقائي، أتمنى أن تكون وصفتنا لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم، علما بأن جميع وصفاتنا هذه خاصة بقناة ملكي أنخلا والشيف إيفا. قبل أن أنهي هذا الفيديو معكم أصدقائي، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب والكومنتس. إذن انتظروا تعليقاتكم الجميلة في الكومنتس أحبتي، كما وانتظروا منكم مشاركة هذا الفيديو مع أحبتكم وأصدقائكم ليتسنى بالتالي وصوله إلى أكبر عدد من متابعينا، وتفعيل جرس التنبيهات ليتصلكم جميع أشعاراتنا. فالقناة منكم وإليكم أحبتي. انتظروني بوصفات جديدة. كنت أنا معكم أنخلا من قناة ملكي أنخلا والشيف إيفا. أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس، إلى اللقاء.